صراحة ما نقدرش نقول لك، ما نقدرش نعبر عليها عشيران، هرمت من أجل هذه اللحظة واحد المدة عاد نقدر نركب العيلة غادي تكون نهائية. فرحة أكيد، فرحة ما يمكنش ليا نصورها، حيت كنتسناها بزاف. 15 عام وأنا كنتسناها، كل عملية درت كانت كتوج بالفشل. الحمد لله، نتمنى تكون هذه ناجحة، وأنا تايقة في جمال، تايقة في هذه، غادي يديروا شي حاجة إن شاء الله اللي تكون في المستوى. كنت قلبت على الانستغرام ديالها، بقيت كنشوف الناس، يعني كندخل من صفحه لصفحه، تلقيت مطاقينها في واحد لا فوتو، ودخلت عليها ودخلت البرايفت البريفي وهضرت معاها. هذا واحد البنيه كيوت وغزاله، وتبارك الله عليها، عندها واحد القوه ما شاء الله، ما نبغيها لكل بنت، يعني نبغيها لكل بنت، يعني الثقة في النفس والقوة، النفسية ديالها زوينة، يعني المرض اوتوماتيكمون غيبعد منها، بالرغم من انه كلام الناس قاسي. وانا نقول لك، انا كان عن تجربة، كلام الناس قاسي، ولكن لو وقفتي في وجه هذا الكلام عمره ما يأثر فيك. وبرافو عليها، النفسية ديالها زوينة، والله يشافيها ويشافي جميع المسلمين يا رب. اي واحد يتحدى الكلام اللي كيقول لي بنادم ويكمل حياته.